أتحول إلى صعيد مصر، إلى أقصى الصعيد في محافظة أسيوط. هناك سيكون معنا هيثم البدري مراسلنا ليسلط الضوء على مشروع قومي آخر كنا قد تابعنا جانبا منه في محافظة الشرقية بالأمس، المشروع القومي لتبطين الترع، المردود البيئي الكبير، المردود الاقتصادي، وفر كذلك في المياه المستخدمة لأغراض الري. هيثم البدري من بني غالب في أسيوط سيسلط الضوء على ما يتم ويجري من معدلات تنفيذ في هذا المشروع. تفضل هيثم. في البدايه تحياتي يا احمد ليك ولكل الزملاء في الاستوديو. بالفعل زي ما حضرتك كده قلت، احنا نحن الان تحديدا من محافظه اسيوط قريه بني غالب نتابع المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف هنا في المحافظه. محافظه اسيوط يعني يجري عمليه التبطين على عدد من المراحل، تحديدا نحن في المرحله الاولى. هناك اكثر من 23 ترعه سيتم تبطينها بقيمه اكثر من 400 مليون جنيه لهذا المشروع القومي، اهميه كبيرة ومردود مهم جدا، وخاصة على واحد من أهم الأمور وهي المياه. هذه المياه التي سيكون هناك فيها وفر لهذا الفاقد الذي يتم بشكل كبير حينما كانت الترع بالشكل الأول. معي ضيفي المهندس سيد جابر، وهو مدير أعمال بيئة الإدارة العامة للتوسع الأفقي للمشروعات. باشمهندس كلمنا عن هذا المشروع والقيمة الاقتصادية لهذا المشروع وكيف سيكون المردود عن هذا المشروع القومي التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة. من أول ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدى أوامر بأن احنا نبدأ في المشروع، ابتدت الوزارة عندنا بقيادة معالي وزير الري إن احنا نبتدي فورا. عملنا التصميمات، مرحلة التصميمات وانتهينا منها، وبعد كده اخترنا مجموعة من الترع اللي هي متعبة اللي كانت في النهايات ما بتوصلهاش المية. هنا داخل محافظة أسيوط في ثلاث قطاعات من داخل وزارة الري بتشتغل على مشروع التأهيل. أول حاجة الإدارة العامة لري أسيوط، تاني حاجة إدارة الخزانات، تالت حاجة الإدارة اللي أنا أنتمي ليها، الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط. بالنسبة لنا إحنا كإدارة عامة توسع أفقي ومشروعات الري بأسيوط شغالين في 65 كيلو طولي تأهيل للترع داخل نطاق محافظة أسيوط بإجمالي تجاوز ال 200 مليون جنيه. إحنا دلوقتي واقفين على ترعة بني غالب، الترعة دي طولها حوالي 10 كيلو، الزمام اللي بتروي الترعة دي فوق ال 5000 فدان. ابتدينا المشروع على اساس ان الدراسات كلها ان احنا بنوفر في نسبه الفاقد في الميه، بنحاول نوصل الميه للنهايات في نهايات الترع. الحاجه الثالثه ان احنا بنوفر الميزانيه اللي كانت بتتحط من داخل الوزاره لازاله الحشائش والتطهير في الترع، فده كله وفر مردود اقتصادي ومردود ان انا بوفر في الميه. المستهدف ان احنا نوفر حوالي 5 مليار متر مكعب ميه من وراء مشروع التأهيل. هو بصراحة نقلة حضارية، وفر المية، نقلة من ناحية البيئة، بيئية للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. وان شاء الله بدعم كل القيادات اللي داخل الوزارة اللي بتتابعنا متابعة مستمرة، بقيادة معالي وزير الري محمود بيه السعدي مستشار معالي وزير الري، شحت بيه رئيس المصلحة، فتحي بيه رئيس القطاع، المدير العام محمد بيه، عبد القادر بيه، كل القيادات. بنتكلم عن الشكل الهندسي لتبطين الترع، واللي احنا يعني من خلاله الشكل الهندسي تحديدا اللي بنضمن من خلاله استمراريه هذا الشكل اللي احنا شايفينه في الترع. هو حضرتك من الناحيه الهندسيه ان احنا اول حاجه بنقرنك الترعه، اول مرحله بنقرنك الترعه الوصول للقطاع التصميمي اللي صممت عليه الترعه. الحاجه الثانيه بيبقى فيه طبقه دبش بسمك 30 سنتي، وبعد بعديها فوقيها طبقه خرسانه عاديه بسمك 10 سم. طبعا كل التوجيهات وكل المتابعه اللي بتجي لنا من الوزاره، الحفاظ على المواصفات، الشكل العام، التشطيب لازم يكون على اعلى مستوى. فندم، احنا في نهايه اللقاء بنشكر حضرتك على هذه المعلومات التي اضفتها لهذا في هذا اللقاء. والساده المشاهدين زي ما حضرتكم سمعنا القيمه الاقتصاديه لهذا المشروع، القيمه التي ستعود على الفلاح المصري جراء الوفر الهائل من المياه، سواء كانت مياه النيل او الامطار او المياه الجوفيه. وعوده مره اخرى الى الزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا لك هيثم البدري مراسلنا على الهواء مباشره من قريه بني غالب بمحافظه اسيوط. بذا اذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الفقره، فقرتنا الاولى من جولتنا للان، والتي سلط خلالها الزملاء الضوء على بعض المشروعات التي تتم على قدم وساق، وكما اشرنا في مستهل هذه الجوله، في محافظات مصريه مختلفه وفي قطاعات اخرى.